رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يترأس اجتماع لمجلس الوزراء تناول بالدراسة والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2019 باعتماد 50 دولارا سعرا مرجعيا لبرميل النفط. مشروع قانون المالية 2019 يخصص 21% من ميزانية الدولة للتحويلات الاجتماعية، ويتضمن إجراءات وتدابير لتحسين تسيير النفقات العمومية. ورئيس الجمهورية يشدد على السياسة الحذرة المنتهجة في إعداد نص القانون وعقلنة النفقات لحماية البلاد من تقلبات سوق النفط. رئيس الجمهورية يدعو الحكومة للتسريع في تحسين مناخ الأعمال من خلال مجموعة من الورشات الكبرى التي لا يجب أن تلهين عنها المواعيد السياسية الوطنية، يؤكد رئيس الجمهورية. ومجلس الوزراء يستمع ويوافق على عرض يحمل مقترح توسيع صلاحيات الولاة المنتدبين بالمقاطعات الإدارية في بعض الولايات لتقريب الإدارة من المواطن وتفعيل الحركية التنموية خاصة بولايات الجنوب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية، ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس اجتماعا لمجلس الوزراء حيث درس وصادق على مشروع قانون المالية 2019. وتضمن جدول أعمال المجلس نقاطا أخرى من بينها مشروع قانون تسوية الميزانية ل 2016. هذا واستهل مجلس الوزراء أشغاله بالدراسة والمصادقة على مشروع قانون المالية 2019 الذي عرضه وزير المالية. مشروع قانون المالية الذي تم إعداده على أساس تخطيط اقتصادي كلي متوخي الحذر من خلال اعتماد سعر البترول ب 50 دولارا للبرميل ونسبة نمو ب 2.6% ونسبة تضخم ب 4.5%، يتوقع مشروع القانون أو قانون المالية إيرادات مالية بمبلغ 6508 مليارات دينار، أي بارتفاع طفيف بالمقارنة مع عام 2018، منها 2714 مليار دينار من الجباية البترولية. وتقدر النفقات المالية ب 8557 مليار دينار، أي بانخفاض طفيف مقارنة بالسنة الجارية، في حين سيسجل الرصيد الإجمالي للخزينة العمومية لسنة 2019 عجزا بنحو 2200 مليار دينار. وتبلغ نفقات التسيير 4954 مليار دينار، أي بارتفاع طفيف ناجم عن الوضع الأمني بالحدود. وكذا رفع التحويلات الاجتماعية التي ستبلغ 1763 مليار دينار، أي ما يقارب 21% من مجموع ميزانية الدولة. هذا وستغطي اعتمادات الميزانية للتحويلات الاجتماعية بصفة خاصة أكثر من 445 مليار دينار موجهة لدعم الأسر، حوالي 290 مليار دينار موجهة لمنح التقاعد، إضافة إلى اعتماد دعم بقيمة 500 مليار دينار للصندوق الوطني للتقاعد، حوالي 336 مليار دينار للسياسة العامة للصحة، أكثر من 350 مليار دينار للسياسة العامة للسكن، والتي يضاف إليها حوالي 300 مليار دينار مخصصة للقطاع نفسه من قبل الصندوق الوطني للاستثمار. هذا وستقدر ميزانية التجهيز ب 3600 ملياري دينار من اعتمادات الدفع و 2600 مليار دينار من رخص البرامج الموجهة لمشاريع جديدة أو عمليات إعادة تقييم. إن الانخفاض الطفيف في القيمة الإسمية
لميزانية التجهيز لا يعكس تراجعا في السياسة العامة للاستثمار، وإنما هو ناجم أساسا عن انخفاض مقدر بحوالي 300 مليار دينار للاعتمادات التي خصصت السنة الماضية لتطهير الديون المستحقة على الدولة. وتؤكد تركيبة ميزانية التجهيز لسنة 2019 استمرار التزام الدولة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما من خلال تخصيص 625 مليار دينار لدعم التنمية البشرية، وحوالي 1000 مليار دينار للدعم متعدد الأشكال للتنمية الاقتصادية، 100 مليار دينار لمساعدة التنمية المحلية. وفي شقه التشريعي، فإن مشروع قانون المالية للسنة القادمة سيقتصر على إجراءات موجهة أساساً لتحسين تسيير المالية العمومية ومكافحة الغش. وهناك أيضاً إجراءات لصالح التنمية على غرار التخفيض التام للفوائد البنكية الموجهة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل لبناء 90,000 مسكن جديد. ولم يرد في مشروع قانون المالية اقتراح أي رسم جديد أو زيادة في الخدمات العمومية. بعدها درس وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016، وجاء إعداد هذا المشروع وفقا لأحكام الدستور، حتى يتسنى للبرلمان مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة المصادق عليها سنة 2016. وسيكون هذا النص مرفقا بتقرير لمجلس المحاسبة بخصوص النفقات العمومية ذاتها. وبخصوص المساءلة، يبرز في مشروع القانون المالية أن ميزانية 2016 تضمنت إيرادات بمبلغ 5026 مليار دينار ونفقات بمبلغ 6543 مليار دينار وعجز في الميزانية بقيمة 1517 مليار دينار. وبالرغم من السياق المالي الصعب الذي ميز تنفيذها، سجلت الميزانية العمومية لسنة 2016 مواصلة جهود الدولة من أجل التنمية، وهو ما يتجلى من خلال استلام أزيد من 1200 مؤسسة تربوية جديدة و300 مطعم ونصف إقامة لقطاع التربية الوطنية، مجموع 43 ألف مقعد بيداغوجي و23 ألف سرير جديد لفائدة قطاع التعليم العالي، وكذا استكمال 288 ألف مسكن والانطلاق في إنجاز 98 ألف وحدة سكنية أخرى. وعقب مصادقة مجلس الوزراء على مشروعي القانونين، أشار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى الحيطة المتوخاة في إعداد مشروع الميزانية للسنة المقبلة، وذلك من أجل وضع البلد في منأى عن التقلبات الممكنة لسوق النفط العالمية. كما كشف رئيس الجمهورية عن بداية تطبيق تعليماته من أجل ترشيد النفقات العمومية للدولة، واغتنم السيد الرئيس هذه الفرصة للتأكيد بأن الدولة ستواصل جهود البناء الوطني في كل المجالات. وقال رئيس الجمهورية إنه يجب على الجزائر ابتداء من اليوم التجند أكثر من أجل المحافظة على مستوى التنمية البشرية وكذا تحسينه، خصوصا وأن عدد السكان يزداد سنويا بأكثر من مليون نسمة، وأن الجزائر لديها الوسائل لرفع هذا التحدي. وأضاف رئيس الجمهورية وعليه يجب علينا تعميق الإصلاحات التي تمت مباشرتها في سائر المجالات، لأن هذه الإصلاحات ستضمن عدالة اجتماعية أكبر ومزيدا من الشفافية والفعالية والإنصاف، كما تكفل خدمة عمومية متحررة أكثر من أعباء البيروقراطية، وستمكن أيضا من ترقية لا مركزية فعلية تتيح تحسين الاتصال الإنصاتي والحوار والحلول من قبل السلطات العمومية أمام تطلعات المواطنين. كما أوضح رئيس الجمهورية أنه في نفس الوقت يجب أن يكون تمثيل الثروات الوطنية وعروض العمل وترقية الصادرات خارج المحروقات موازيا وبشكل مكثف لمساهمة المستثمرين المحليين وشركائنا الأجانب، وهو ما يستدعي من الحكومة الاستمرار والإسراع في تحسين مناخ الأعمال في البلد. وختم رئيس الجمهورية ملاحظاته بالقول إن هذه جملة من الورشات الكبرى التي لا يجب أن تلهين عنها المواعيد السياسية الوطنية أيا كانت أهميتها، ورشات
أنتظر منها نتائج ملموسة وسريعة. وتابع مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة بعد الدراسة على 3 مراسيم رئاسية تخص عقود استكشاف واستغلال حقول نفطية، ويتعلق المرسوم الأول بعقد تم إبرامه في يناير 2018 ما بين سوناطخاك كشريك بالأغلبية وشركة سيبسا لتمديد الإنتاج في حقل رودر خروف، وسيخصص لهذا الاستثمار حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي. المرسوم الثاني يخص ملحق عقد يجمع بين سوناطراك كشريك بالأغلبية وشركيها توتال وغيبسول من أجل الاستكشاف واستغلال المحيط المسمى تين فويه تابنكورت 2 باستثمار يقدر ب 320 مليون دولار أمريكي. أما المرسوم الثالث والأخير فيتيح الإلغاء المسبق لعقد يربط سوناطخاك بشركيها توتال وغيبسول في استغلال محيط سابق تين فويه، إذ يسمح بتنفيذ العقد المتعلق بمحيط تين فويه تابنكورت 2. وبمناسبة دراسة هذه النصوص الثلاثة، حتى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكومة وخاصة مسؤولي قطاع الطاقة على تكثيف جهود استكشاف طاقة البلد من المحروقات بغية ضمان موارد مالية معتبرة للبلد لتمويل التنمية الوطنية. كما طلب السيد الرئيس بإعطاء دفع قوي لتطوير الطاقات المتجددة، والتي تم منذ 3 سنوات اعتماد برنامج هام بشأنها. هذا وصادق مجلس الوزراء بعد الدراسة على مرسومين يتعلقان بإلغاء تصنيف أراضٍ فلاحية في ولايات وهران، تبسة وسكيكتا. وتمت إجراءات إلغاء تصنيف هذه الأراضي من قبل فرق محلية متعددة القطاعات، ثم من قبل لجان وطنية بعد التحقق طبقا لأوامر رئيس الجمهورية. وتوجه المساحة الأولى المقدرة ب 120 هكتارا ببلدية طفراوي في ولاية وهران لإنجاز مصنع لتركيب السيارات من قبل شركة بيجو مع شريكين محليين يحوزان على الأغلبية. ويتعلق الأمر باستثمار قيمته 16 مليار دينار فاصل 4 سيمكن من توفير 1000 منصب شغل مباشر بالموقع الصناعي و 4000 منصب شغل غير مباشر في المنطقة. هذا وتخصص المساحتان الأخريان والمقدرتان على التوالي ب 150 هكتارا ببلدية بكوش الأخضر ولاية سكيكدا، و 487 هكتارا ببلدية العوينات بولاية تبسة لإنجاز مصنعين هامين للأسمدة الفوسفاتية. هذا وتعد هاتان الوحدتان جزءا من مشروع صناعي ومنجمي ضخم يسمح برفع إنتاج الفوسفات على مستوى حقل واد هضبت بولاية تبسة، وكذا تطوير تحويل هذا المعدن إلى مختلف الأسمدة على مستوى المصانع الثلاثة المقرر إنجازها بولاية تبسة وسوق هراس وسكيكتا. وسيتم إنجاز هذا المشروع المتكامل بالشراكة بين مؤسسات جزائرية وصينية، وتبلغ قيمة هذا الاستثمار أكثر من 6 ملايير دولار، بحيث سيسمح بتوفير حوالي 20,000 منصب شغل وغير مباشر لفائدة سكان ولايات تبسة عنبة وسكيكتا. كما استمع مجلس الوزراء ووافق على عرض لوزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة الإقليمية تضمن اقتراح تعديل المرسوم الرئاسي المتعلق بالمقاطعات الإدارية في بعض الولايات. وتضمن هذا الاقتراح تعزيز صلاحية الولاة المنتدبين بغية تقريب المرفق العام من المواطن أكثر، وسيكون لهذا التحول انعكاسات إيجابية على التسيير والتنمية خاصة في ولايات الجنوب التي تعززت في 2014 باستحداث مقاطعات إدارية يسيرها ولاة منتدبون. وفي الأخير اختتم مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة على قرارات فردية تتعلق بالوظائف المدنية السامية. انتهى بيان مجلس الوزراء. إلى نيويورك الآن، حيث تتواصل أشغال الدورة 73 العادية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بمشاركة وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل. وعلى هامش الأشغال تباحث أمس مساهل مع الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس حول قضايا إقليمية ودولية، لا سيما ملف الصحراء الغربية ومالي وليبيا.
غوتيريس أشاد بالمناسبة بجهود الجزائر المتواصلة لتجسيد اتفاق السلام في مالي وبدعمها الدائم للممثل الخاص الأممي من أجل ليبيا. مساهل أجرى أمس الأول محادثات مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية هورست كولر، والذي أطلعه على مساعيه وجهوده لتسهيل استئناف المفاوضات بين طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو. وزير الشؤون الخارجية من جانبه أكد التزام الجزائر من أجل حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير. وبنيويورك دائما أجرى وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أمس الأول مباحثات مع قائد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي محمد صلاح أناديف. وخلال اللقاء تطرق الطرفان إلى الوضع في مالي، سيما التطورات الأخيرة لمسار السلام، وكذا تنفيذ اتفاق من أجل السلم والمصالحة المنبثق عن اتفاق الجزائر، حيث أشاد محمد صلاح أناديف بالتزام الجزائر المتواصل من أجل إحلال السلام والاستقرار في مالي. وخلال مداخلته أمس في الاجتماع الوزاري التاسع للمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب بنيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أن الجزائر بلد مستقر وآمن في منطقة تتميز بعدم الاستقرار وتنامي التهديدات الإرهابية، تبقى على مستوى عال من اليقظة وتتمسك بالتزامها في مكافحة ظاهرة الإرهاب. L'engagement se traduit par la mise en œuvre de politiques, de stratégies et de programmes de développement guidés par une ferme volonté à la fois de lutte sans répit contre les facteurs d'exclusion, de marginalisation, de stigmatisation ou d'injustice sociale fortement exploitées par la propagande des groupes terroristes pour mobiliser et recruter et d'ancrage de la démocratie. De la reconciliation nationale, de la déradicalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la bonne gouvernance et du vivre ensemble en paix, lesquels représentent les véritables antidotes à l'extrémisme violent et au terrorisme. مساهل يشارك أو شارك أيضا في اجتماع رفيع المستوى حول جنوب السودان بدعوة من وزير الخارجية الأمريكي مايك بامبيو. وبالمناسبة أوضح مساهل أن الجزائر بصفتها عضوا في اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي وعضوا في مسار الوساطة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيجاد بلوس، ستواصل دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سريع للنزاع في جنوب السودان. كما شارك مساهل في اجتماع رفيع المستوى حول الأزمة السورية بدعوة من الممثلة السامية للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغوريني. الاجتماع يهدف إلى تعزيز وتجنيد المجموعة الدولية لبعث الجهود والتسريع بالتوصل إلى حل سلمي للأزمة، حيث جدد مساهل موقف الجزائر الثابت للتوصل إلى حل سياسي عن طريق الحوار والمصالحة على أساس احترام سيادة البلد، مبرزا في ذات سياق دعم الجزائر لجهود المبعوث الأممي إلى سوريا. يشارك رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي على رأس وفد من المجلس ابتداء من اليوم في الندوة العلمية الدولية التي تنظمها المحكمة الدستورية المغربية بمراكش حول موضوع الولوج إلى القضاء الدستوري، الرهانات الجديدة للرقابة البعدية على دستورية القانون. الندوة يحضرها العديد من هيئة الرقابة الدستورية الأجنبية والمنظمات الجهوية واللغوية المختصة في القضاء الدستوري. عقدت أمس هيئة تنسيق لمجلس الأمة اجتماعا برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، تناول مشروع برمجة الأشغال التشريعية لمجلس الأمة، والتي من المقرر أن تستأنف في 4 أكتوبر بجلسة مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية. باسم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وقع أمس رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بمقر سفارة الفيتنام على سجل التعازي إثر وفاة الرئيس الفيتنامي تران داي كونغ. بن صالح أكد أن الفقيد القائد كرس حياته لخدمة شعبه ودولته، ولم يدخر أي جهد لتعزيز علاقات الصداقة والتضامن والتعاون التي تربط الجزائر والفيتنام منذ حقبة كفاحهما المشترك من أجل الحرية والاستقلال.
وبسفارة تنزانيا وقع أمس وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان على سجل التعازي باسم الحكومة، وهذا إثر حادث غرق عبارة في بحيرة فيكتوريا والذي راح ضحيته أكثر من 200 هالك. وعلى إثر وفاة وزيرة الشؤون البيئية لجنوب إفريقيا بومبو إدنا موليو المناضلة في الحزب الثوري للمؤتمر الوطني الإفريقي، وقعت أمس وزيرة البيئة والطاقة المتجددة فاطمة الزهرة زرواطي على سجل التعازي بمقر سفارة جنوب إفريقيا بالجزائر. تواصلت أمس بالعاصمة أشغال الدورة 41 للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية بحضور رئيس المنظمة فرانسيس ساتولي والأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد وممثلين على المنظمات النقابية من 50 دولة إفريقية، حيث دعا المشاركون في اللقاء الذي خصص لموضوع التضامن النقبي بمناسبة تزامنه مع اليوم العالمي للتضامن، دعوا إلى الاستلهام من التجارب وتكثيف التضامن بين النقابات الإفريقية والدولية ومضاعفة الجهود من أجل تقوية العمل النقبي للمساهمة أكثر في تحقيق السلم والاستقرار والأمن في إفريقيا. بإمكان النقابات أن تقوم بأدوار كبيرة وهامة في مجالات الأمن والسلم والتضامن، ليس بين أوساط العمال فحسب بل وحتى في استقرار الدول وحل النزاعات. نحن في إفريقيا بحاجة إلى مزيد من التضامن والعمل سويا والنظر معا إلى مستقبل قارتنا الغنية. نحن بحاجة إلى تضافر جهود كل التنظيمات النقابية وبحاجة لمن يتضامن معنا بحق من أجل بلوغ هذه الأهداف. Je crois que vous êtes maintenant dans un pays où la paix et la stabilité elle est visuelle. On a payé le prix. Et j'en suis fier. J'en suis fier. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un exemple. Que Dieu nous préserve. Nous avons complété la stabilité sociale par un dialogue permanent. Nous avons réussi à créer des mécanismes de relationnels entre nous, organisations syndicales, patrons et gouvernements. Nous avons mis sur pied ce qu'on appelle le pacte économique et social, qui était. وبمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين وضعت تكاليل من الزهور على النصب التذكاري المخلد لشهداء الواجب النقبي، وذلك بحضور الأمين العام للمركزية النقبية عبد المجيد سيدي السعيد وأعضاء من منظمة الوحدة النقبية الإفريقية المشاركين في أشغال الدورة 41 للمجلس العام للمنظمة. إلى أحوال الطقس، حيث أفادت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة أن نشاطا رعديا مصحوبا بأمطار ستعرفها مناطق من الصحراء الوسطى والشرقية ابتداء من مساء أمس وإلى غاية يوم الخميس، وتخص ولايات إليزي وورقلا وغردايا وشمال ولايتي تمرست وأدرار. في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عمليات بحث وتمشيط بتيبازا، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 3 مخابئ للجماعة الإرهابية. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة وبالوادي، تم توقيف مهربا وحجز أزيد من 31 قنطارا من ورق التبغ. ومن جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني شخصين بحوزتهما بندقيتا صيد بالجلفة، فحين أوقفوا 3 تجار مخدرات وضبطوا أزيد من 5600 قرص مهلوس بكل من جلمة وأم البواقي. دوليا، وفي قطاع غزة مسيرة شعبية شارك فيها آلاف اللاجئين الفلسطينيين للمطالبة بحق العودة وفك الحصار وإنهاء الاحتلال تزامنا واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا واعتقلت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين بالقطاع ومناطق مختلفة من الضفة. مراسلنا من غزة وسام أبو زيد. تزامنا مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان الفلسطينيون يطرقون أبوابها في قطاع غزة
بمسيرة شعبية شارك فيها آلاف اللاجئين للتأكيد على حقهم بالعودة والعيش بكرامة والمطالبة بإيجاد حلول لمأساتهم الإنسانية. لابد على العالم أن يلتزم بالحياة الكريمة للشعب الفلسطيني في المناطق الخمسة، سواء في الضفة الغربية أو في غزة أو حتى في لبنان وسوريا وقطاع غزة. فالاجتماعات تأتي في ظل أزمة تعيشها الأونروا بعد نقص في تمويلها لتتواصل التحركات على الأرض بعد أن قامت بتقليص موظفيها وتخوفات من إغلاق مراكزها الصحية ومدارسها والمرافق العامة. كله إحنا مش في أراضينا ومحتلين، بدهم يضلوا غصب عنهم، والقرارات اللي من سنة 49 لليوم إسرائيل ما تطبق منها ولا قرار. فالفلسطينيون ما زالوا يقدمون الشهداء والجرحى من أجل رفع الحصار الذي زاد من معاناتهم، مذكرين العالم بحقهم في تقرير مصيرهم وعليهم إنهاء الاحتلال. هذه الفعالية اليوم من أجل توجيه رسالة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وتذكيرهم بحقوق الفلسطينيين وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفك الحصار عن قطاع غزة. فكلما غابت الحلول السياسية المنصفة للقضية الفلسطينية اقتربت ساعة المواجهة على الأرض، إلى أن يتحقق حلم الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، غزة، فلسطين. ومن فلسطين نختم نشرتنا، شكرا لكم على المتابعة ولتواصل معنا عناويننا الإلكترونية في الخدمة. إلى اللقاء.